أقبل ما يسمى ويعرف بعيد الحب. بتنزل على الشارع بتلاقي الدنيا كلها قلبت أحمر بأحمر ودباديب بورود، بتطلع بالتاكسي بتلاقي دبدوب بوجهك، بتفوت على المحل بتلاقي ما شاء الله قلب أحمر وكمان دبدوب، بتفوت على الفيسبوك أو على الواتساب بتلاقي الكل غير صورة البروفايل تبعيته وكمان دبدوب أو قلب أحمر وحالات حب وغرام وعشق وهيام. يعني وانتشر هذا الأمر في أوساط المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل وحتى في أوساط الملتزمين. يعني الملتزم ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصبحنا نرى ما يسمى بالحب الشرعي، يعني حيلة على موضوع الحب أو ما ينسب أو الذين ينتسبون إلى الالتزام. يعني بيجي الشاب أو الفتاة يحبون بعضهم وهم ملتزمون، ما بقول لا أنا بحبك، بقول إني أحبك في الله. الله الله يبارك فيك، بسم الله ما شاء الله. وبدل ما يقول لا ناوي أتزوجك أو ما أقدر أتزوجك بالدنيا، بقول لا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بك في الجنة. الله الله عليك يا شيخ. لا وهي شو بتيجي؟ بتيجي بتهديه مصحف وعليه قلوب، يعني لفيته بكادو كله قلوب على اساس هو بس هيقرأ وقالت هي تلقى لمعاذ الله. وهو ببادلها بنفس الشغله، بيجيب لها مسبحه ولونها احمر او زهر، وبدل الخرز بكون محطوط قلوب عشان ما تقول سبحان الله سبحان الله، بتقول بحبني ما بحبني، بحبني ما بحبني. يعني حتى بالملتزمين وبغير الملتزمين الا من رحم الله قد انتشر موضوع الحب والفالنتاين والعشق والغرام. ما اريد التنبيه عليه بغض النظر عن انه عن فالنتاين واصله، وانه قسيس نصراني، قسيس زنى بابنة الامبراطور فقتله فأشفق الناس عليه، وبغض النظر عن كيوبيد الذي يزعم أنه إله الحب، طفل طائر حاطين له جوانح شارب ريدبول عشان يطير فجعلوه إلها للحب ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبغض النظر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ومن تشبه بقوم حشر معهم، كل هذه الأحاديث وأحدنا ما زال يشك هل الحب حرام ولا حلال. يا شيخ أنا حب طاهر ونزيه وشريف، يعني بالله عليك أنت لما تحكي مع هالبنت وتنظر إليها وتجلس معها وتتحدث وتتسامر معها وكلام طالع نازل وغزل وجمال، هذا حلال؟ يا شيخ شو فيها؟ أسألك بالله العظيم سؤال دائما ضعه في علاقتك، هو هدي من النبي صلى الله عليه وسلم، أترضاه لأختك؟ يعني لو أقول نفس الحب الشريف اللي انت قاعد عم بتحبه، هو نفس الشريف والطاهر، اترضاه لاختك؟ يعني لو اختك اجت على البيت مثلا وكامش دبدوب بايدها يوم اربعاء، بهذا بعيد الحب بما يسمى بعيد الحب، كامش دبدوب بايدها وشفتها حاطه على الفيسبوك عندها او على الواتساب او قاعده عم بتقول يعني حبه قد نقش في قلبي، يعني بتقول بسم الله ما شاء الله كيوت مبسوط لانت، ولا بتنقش كف خماس هيك على وجهك بتخليه ينقش على وجهك يعني من الغضب. طبعا هذا له أمور أخرى في العلاج، بس إنه عندك أنت بترضى هذا الأمر لأختك إنه والله تروح تحب ودباديب ورسائل غرامية وأحبك في الله، ولا ما بترضى؟ فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، بيطلع لك واحد بقول لك لا يا شيخ أنا الحمد لله أنا حبي بالحلال، يعني أنا زوجتي بعيد الفالنتاين بجيب له هدية. الناس المتزوجون بموضوع الحب بعد الزواج أقسم، منهم من اعتبر أن الزواج مقبرة الحب، لا عيد فالنتاين ولا غير عيد فالنتاين ولا يوم حب ولا غيره، شو بده بهالشغل ومنه بوفر ومنه بينسى. ومنهم من قتل الحب طول السنة وأحياه في هذا اليوم، بيجي بيجيب لك هدية أو بقول لك أحسن الهدايا بكتب لها ظرف وكلمة وانتهى الموضوع، ببعث لها رسالة بحبك وخلصت القصة، أو بيجيب هدية أو بيرفع عتب أو فعلا لا بده يحتفل بزوجته بهذا اليوم أو الزوجة بدها تحتفل بزوجها بهذا اليوم، يعملوا فالنتاين وعيد حب. الصنف الثالث هو من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يبتدع في الحب. مصيبتنا تجميد العلاقات، يعني عندنا يوم للأم ويوم للأب ويوم للابن ويوم للعامل ويوم عيد الحب، مع أن هذا منهاج حياة. يعني أنت تحب زوجتك يوم واحد وبقية السنة خلاص تشيلها على جنب؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا أصول الحب، ومن الخطأ طبعا أن نقول رومانسية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا بكثير. الرومانسية كما يعرفها بعض أهل العلم أنه لا بد أن يكون في الرجل نوع من الجنون والاضطراب حتى يصل للرومانسية. النبي صلى الله عليه وسلم حبه حب كمال. تأمل بحال حبيبك صلى الله عليه وسلم حينما كان يشرب من الكوب، أو كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تشرب من الكوب من كوب اللبن أو غيره، قال فيتتبع النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي شربت منه فيشرب منه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. شوف الحب، شوف الحب، مش يوم واحد والله شرب هيك يوم واحد. حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يأتي على الزوجة الحساسة، أنت لو زوجتك حساسة بتحكي معها كلمتين وبتبكي،
هتيجي بالفالنتاين راضيه انت او تقول لها روحي يخرب بيت نقك او كذا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم صفيه رضي الله عنها كانت تبكي في احد اسفاره لانها كانت على دابه بطيئه فكانت تبكي، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح دموعها بيده: بابي انت وامي يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسكتها ويهدئها. يتعامل مع الزوجه الحساسه، يتعامل مع الزوجه التي تحب الكلام، او المراه بتحب تتكلم مع زوجها، ومعظم الازواج اما بسكت زوجته خلاص بقى يا خسرت لي راسي ليك جاي من الشغل مخنوق بدار قعد، يا اما بسكت زوجته او بهز براسه وهو بكل معلم تاني عم بفكر بشي تاني او على التليفون او كذا. ايه كملي حكيك. ايه اخر اخي بقول شو رايك؟ بقول يعني كلامك زي الفل، بس هو ما عارف شو قالت. النبي صلى الله عليه وسلم امنا عائشه رضي الله عنها تتحدث بحديث ام زرع 11 قصه ل 11 امراه، النبي صلى الله عليه وسلم يستمع اليها حتى اذا انتهت من القصه شوف التفاعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا لك كابي زرع لام زرع. يعني كقصه كاحدى القصص من هذه الـ11 قصة النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لزوجته. انت بالفالنتاين حتى لو كان الفالنتاين وزوجتك بتقعد تحكي، قعدت لها شي نص ساعه هي عم تحكي وانت بس بتقعد ساكت عم تسمع هيك. تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم اصول الحب. شتان شتان بين من اخذ تعاليم الحب من قسيس زنى بابنة الامبراطور ومن اخذ تعاليم الحب من النبي صلى الله عليه وسلم. شتان شتان بين من اخذ تعاليم الحب من اله الحب الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، وبين من أخذ تعاليم الحب من كيوبيد من ينسب بأنه إله الحب. فاختر لنفسك كيف تحب أن تحب على طريقة من، وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى لك هذا المنهاج النبوي قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.